شكرا السيد الرئيس. احنا بدورنا في الفريق الحركي ازيد من 1280 سؤال لحد الساعة لا زالت عالقة على السادة الوزراء، لم نتلقى عليها جوابا. وهذه الأسئلة الكتابية هي تندرج في إطار التتبع القضايا ديال المواطنين والرقابة ديالنا عليهم على الحكومة، لأن الآن المواطن راه كيعيش واحد العيشة شجة هشة رجة عجة ضجة، وخص الحكومة تجاوبنا على هذه الأسئلة الكتابية ديالنا لعل وعسى نلتمس حياة رشة مستقبلا للمواطنين.